غزة التي أجبرت على مدى أعوام على ابتكار بدائل اقتصادية وإنسانية لاستمرار حياة من يعيش فيها، هم أهلها اليوم يصابون بأعراض حمى الجائحة التي فتكت بجميع نواحي الحياة في كل مناطق العالم، حيث أجبر مزارعو الزهور في القطاع على التخلص من إنتاجهم بسبب ضعف التسويق من جراء جائحة كورونا، إذ تعالت شكاوى أكثر من 25 ألف مزارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب خسائر كبيرة من جراء قرار حظر التجول والإجراءات المصاحبة له للحد من انتشار الوباء. دائما هو معروف قبل شهر رمضان بشهر بيتم اللي هو على المناسبات السعيدة باستمرار، أفراح، مناسبات، احتفالات زي هيك، بس بكون عندنا اللي هو الورد يعني بكمية كبيرة عشان بكون في مناسبات. فطبعا بسبب جائحة كورونا ما فيش تسويق محلي نهائيا، وتدمرنا بشكل كبير لأنه عندنا تكلفة الدلم بتكلف 30 ألف شيكل. وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تعرض لها حجازي، إلا أنه ما يزال يحتفظ بكميات صغيرة من أزهاره، حيث يأمل في بيعها بسعر منخفض للمتاجر المحلية، خاصة أن عملية التحضير والزراعة ورعاية الأشتال تستمر نحو عام كامل. إحنا بنتلفها، بنعمل لها في عملية جزوم وفي عملية اللي هو تخليع، بنطلعها برا خارج المزرعة، بنعنفيات خارج المزرعة، بيجوا اللي هم أصحاب الجمال، أصحاب تربية الأغنام، بيشلوها بيطعموها، في بعض أحيان بس يعني أغلبيتها يعني بتم عنفيات كبها. حروب كبيرة اعتاد الشعب الفلسطيني على مواجهتها، إلا أن حربه اليوم هي الأكثر خطورة على اقتصاد لم يعد يحتمل الضربات، وسكان في بقعة محاصرة بدأ ينفذ ما تبقى من صبرهم، الأمر الذي بدا جليا أمام الأمم المتحدة التي حذرت من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الشعب الفلسطيني.